ساخن جدا حلي بقك بكلمة غير مر الحياة ده الحلو في كل نسمة هتدق هتقول الله بالدفى ويا السرور ساخن جدا. أعزائي المشاهدين مساء الخير عليكم وأهلا بكم معانا ولقاء متجدد وبرنامج ساخن جدا. زي ما عودنا حضراتكم ان احنا في كل حلقة بنفتح ملف ساخن جديد، ملف بيمس اهتمامات حضراتكم وبيكون الدافع الاول لينا في اي قضية او اي موضوع بنتناوله هو رسائل للسادة المشاهدين واتصالاتهم التليفونية. بنشوف اكتر حاجة ممكن بتمس احتياجات او بتمس اهتمامات اكبر شريحة مجتمعية، بنبدأ على الفور نرتب لها لتكون هي موضوع حلقتنا القادمة. النهاردة اعزائي المشاهدين بنتكلم زي ما بنقول ان الانسان ما يقدرش يعيش من غير لا اكل ولا شرب، فايضا الانسان ما يعرفش يعيش من غير دواء. لما الدواء اللي هو الانسان لا يمكن ان يستغني عنه يتحول الى صفقات، تدير تلك الصفقات مافيا تتكون من العديد من الشرائح الطبية او الفئات الطبية المختلفة. اذا لابد من وقفة هنا نتحدث عن تلك الصفقات وعن أبعادها وعن الجوانب التي تثير فيها الشبهات. نحن لا نعمم ولكن نتحدث عن ظاهرة موجودة بالفعل وهي صفقات الدواء. النهاردة أعزائي المشاهدين هنتكلم عن صفقات الدواء في حضور ضيف عزيز والحقيقة هو خبير في هذا المجال. معنا على الهواء مباشرة الدكتور أيمن جابر، صيدلي ومدير إحدى شركات الأدوية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ عمرو. دكتور سهل. احنا النهاردة بنتكلم معاك كرجل أكاديمي كصيدلي وفي الوقت ذاته أنت كمسؤول في شركات الأدوية اللي هي غالبا ما بتشير أصابع الاتهام إليها بأنها هي السبب الرئيسي أو هي التي تدير تلك المافيا إن صح التعبير، أو السبب الرئيسي في العديد من السقطات الدوائية إن صح التعبير. دكتور قل لي أولا، هنتكلم عن المحور الأول في حلقتنا النهاردة وهو نقص الدواء. تمام. نقص الدواء أنا لا أقصد به نقص الدواء اللي ممكن نقول الإجباري التي تدفع الظروف إلى عدم توفره في وقت ما، ولكني أتحدث عن نقص الدواء المتعمد. تمام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بشكر حضرتك على استضافتي عشان نتكلم على موضوع ساخن جدا هو موضوع الدواء في مصر، وهو موضوع فعلا مهم جدا جدا هلقي الضوء عليه في عجالة، لأن موضوع الدواء بيتوقف على محاور كتيرة جدا. أولا احنا بنتكلم من البداية على النباتات الطبية والمواد الخام اللي بيتم منها تصنيع الدواء، واللي بعد كده بيتم تحويلها لدواء، وبعد كده المفروض ان احنا بنبتدي نسوقه او بنبتدي نشوفه في الاسواق. الموضوع اللي حضرتك بتتكلم فيه بيدخل فيه اكتر من جانب. الـ عايز اقول لحضرتك في البداية الجانب الاقتصادي مهم جدا، ولو قلت لحضرتك معلومة تاريخية ان طلعت حرب مع انشاء بنك مصر، اول حاجه فكر فيها انشاء شركه دواء. تمام. والكلام ده فعلا كان سنه 39 على ما اتذكر، وكان من احساسه ان فعلا الدواء ماده من المواد اللي لازم يلقي الضوء عليها ولازم يامنها. النهارده مصر بتستورد 90% من احتياجاتها من الادويه، 90% مستورد، وال10% بتصنعه شركات القطاع العام الموجوده في مصر. معنى كده ايه؟ معنى كده ان احنا بنعتمد على غيرنا في ان احنا بنطلب الادويه الـ 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 الهامه، وده جزء ضروري وحيوي، ما ينفعش ان احنا نعتمد على الغير، بل بالعكس انا عايز اكبر الموضوع مع حضرتك وعايز اقول انها قضيه امن قومي، ان لازم توفير الدواء واحده من الحاجات اللي لازم نامنها، مش بس النهارده على شورت تيرم بلان او على مستقبل قريب، لا ده كمان على مستقبل بعيد 5-10 سنين قدام. من ضمن الحاجات او المشاكل اللي احنا واعيين فيها حتى الان هي جزء من الادويه لا يتم تصنيعه على الاطلاق داخل جمهوريه مصر العربيه، ولكن يتم استيراده كاملا من الخارج، زي البان الاطفال، زي ادويه الكانسر او ادويه السرطان،
زي بعض الأنسولينات أو الأنسولين كعلاج لمرضى السكر، كل الحاجات دي بالكامل من برة. فما بالك إذا حصل أي نقص في هذه الأدوية، بيكون الـ 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 نقول الضحية الوحيدة في هذا الموضوع هو المريض المصري. طبعا دي كارثة يا فندم، كارثة أن يكون نسبة كبيرة جدا من هذا الدواء نكون معتمدين على الخارج فيها، طبعا دي كارثة ودي حقيقة. طب ايه السبب في ده؟ يعني ايه السبب ان احنا ما بيكونش عندنا اعتماد اساسي على تصنيع الدواء في مصر؟ هل تصدق حضرتك حتى الان لم يتم بناء مصنع في مصر لتصنيع المواد الخام، ويتم استيرادها كاملة من البلاد الاخرى؟ يعني عايز اقول لحضرتك ان بلد بحجم جمهورية مصر العربية فيها 90 مليون مواطن ليس بها مصنع واحد لتصنيع المواد الخام. معنى ايه كلمة المواد الخام عشان نفهمها ونفهمها للمشاهدين؟ النهاردة النباتات الطبية اللي المفروض بتزرع، وعلى فكرة مصر الدولة نمرة 11 في ترتيب زراعة النباتات الطبية، قبلينا بتسبقنا امريكا وبتسبقنا الصين وبتسبقنا الهند، وبنيجي احنا في المركز 11، وده مركز مش قليل، لان هذه الزراعة بيقوم عليها 20% من البلاد اللي موجودة. احنا نمرة 11 بيصنعوا 80% من هذه المواد الخام. تخيل حتى الان احنا لا يوجد عندنا مصنع مواد خام، وبالتالي بنضطر ان احنا نشتري المواد الخام بالعملة الصعبة، وبالتالي بنقع في مأزق عدم وجود سيولة لشراء المواد الخام، عدم وجود مواد خام في الوقت اللي احنا بنطلبه بالشكل اللي احنا بنطلبه، وبالتالي بتيجي السلسلة ورا بعض عشان تدخل المريض بتاعنا في سلسلة عدم وجود الدواء او عدم وجود المنتج النهائي اللي هو بيدور عليه. طيب دكتور، حضرتك بتتكلم عن استيراد، ودي مشكلة كبيرة جدا اللي هي استيراد الدواء من الخارج، ولكن نحن نتحدث ايضا لما تتحدث حضرتك عن استيراد فتتحدث عن استيراد مواد خام. ايوه فهم. تمام. انما في النهاية يعني مش هنقدر نقول ان هناك نقطة تماس مباشرة ما بين الدولة المصدرة لتلك المواد الخام وما بين المستهلك. هناك شركات وسيطة، الشركة اللي هي بتجمع المواد الخام وبتصنع ده، ان صح تعبير كلمة تصنيع، مزبوط. او بتجمع ده، مزبوط. طب ما هي المشكلة كلها في الشركات دي. يعني حضرتك بتتكلم عن حاجة حلوة قوي ان احنا اتكلمنا فيها كمستهل حديث، ولكن نتحدث في النهاية عن كلكم انتم اللي برضو انتوا اللي بتمنعوا ده، ما انتوا الوسيط ما بين المستهلك وما بين الشركه المصدره. طب انتوا اللي بتمنعوا ده من الوصول الى الاسواق. ايه السبب في ده؟ طيب انا عايز اقول لحضرتك ان بيوجد في مصر حوالي 160 مصنع ادويه، وفي 85 مصنع تحت الانشاء. رقم مش قليل، رقم مش قليل، منهم المصانع الصغيره ومنهم المصانع الكبيره اللي هي بتصنع للغير. تمام. ولكن النهارده الماده الخام عشان تتصنع في مصنع لازم يكون المصنع ده بيكون عنده حاجة اسمها شهادة الجودة أو شهادة الجي ام بي. تمام. الشهادة دي لو مش موجودة في المصنع ده لا يحق له تصنيع الدواء، لأن ده بيبقى مخالف للمواصفات بتاعة تصنيع الأدوية اللي هي الشركة الأغذية الأمريكية اللي هي بتدي التصريح بتصنيع هذا الدواء. جميل. وبالتالي أن عدد الشركات الحاصلة على الجي ام بي هي عدد من الشركات القليل. احنا نتكلم على المشكلة وهنتكلم على وجود حلول ليها، لان كل مشكلة زي ما حضرتك عارف لازم حلولها تكون موجودة، وحلولها من السهولة ان احنا نوصل لها، بل بالعكس من السهولة ان احنا نتكلم فيها، لعل وعسى ان حد من المسؤولين او حد من اولي الامر يكون سمعنا النهاردة ويقدر ان هو يتفاعل معنا ويقدر ان هو يتدخل معنا لانقاذ ما يمكن انقاذه في، مش عايز اسميها سلعة، ولكن عايز اقول انها حاجة حيوية بيتوقف عليها حياة مريض من المرضى. وأنا مع حضرتك أن الدواء من الحاجات الأساسية من الضروريات اللي المفروض أن الحكومة تضمن وتؤكد تواجدها لكل مريض. تمام. بغض النظر هو يملك أو لا يملك ثمن هذا العلاج، ولكن حتى دي المفروض أن احنا ما زلنا مقصرين فيها كشركات أدوية وك مصنعين. ولكن حضرتك بذكاء حاد أردت أن تحول الموضوع الى حد ما برمته على عاتق الحكومه وتحملها هي اطلاقا. الحكومه واحده من من الاطراف المسؤوله، لان زي ما حضرتك عارف هو الوضع ليس طبي على الاطلاق، يعني مش 100% منه طبي. أكيد. ولكن في جزء منه اقتصادي. فاحنا النهارده لما بنتكلم على اشخاص بيقعدوا عشان يحددوا
سياسة أدوية أو يحددوا مستقبل بلد في الأدوية لازم يكون عندهم البعد الاقتصادي. لو هذا الشخص اللي قاعد في اللجنة لا يملك هذا البعد الاقتصادي فأنا بقول لحضرتك هو وجوده زي عدم. زي عدم. طيب البعد الاقتصادي عندما نتحدث عنه في أي موضوع فلنا الحق أن نتحدث عن ذلك، لأن البعد الاقتصادي هو شيء أساسي في استمرار أي مشروع في الدنيا. صحيح. تمام. صحيح. ولكن عندما يكون لب تلك القضية هو موضوع بيمس صحة المواطن أعتقد أن البعد الاقتصادي بيكون له حدود. هدي لحضرتك مثل صغير بالبعد الاقتصادي وتدوير سياسة الدولة وخاصة السياسة الخاصة بالدواء. نعم. أنا ذكرت لحضرتك عدد المصانع التي تعمل في تصنيع الأدوية في جمهورية مصر العربية. تخيل حضرتك أن مصنع من المصانع وهو مصنع شركة النصر وهو شركة حكومية تابعة للحكومة، هذا المصنع تم الإنفاق عليه لتجديده وتم صرف حوالي 130 مليون جنيه، 130 مليون جنيه عشان يظهر هذا المصنع تاني ويبتدي تصنيع الدواء. تخيل حضرتك ان بعد التجديد لم يتم عمل اي تعاقدات معاه من اي دولة من الدول العربية سواء المحيطة اللي احنا بتعامل معاها زي العراق زي اليمن زي السودان تمام زي الامارات تمام. وعلى العكس على النقيض هتبص تلاقي ان دولة صغيرة زي دولة الاردن وانا بحترمها كدولة وكشعب عندهم 7 مصانع ادوية بس وعندهم مصنع خارج القطر عندهم تمام. مصنع عاملينه في كندا تمام. تخيل عشان بس ابقى دقيق في المعلومة تخيل الناس دي بتصدر ب7 مليار دولار سنويا بينما حضرتك كجمهورية مصر العربية بتصدر ب262 مليون دولار حجم التصدير بتاعك والأدوية بتاعت حضرتك أو الأدوية اللي طالعة من جمهورية مصر العربية بيبقى فيها بتمر بمراحل فحص ومطابقة وتحليل حتى تصل لهذه المرحلة. أستاذ عمرو الموضوع شائك وموضوع معقد شوية لأن أنا لما بذكر الجدوى الاقتصادية أنا بذكر جزئية مهمة جدا هو التحليل المبدئي مثلا على سبيل المثال تمام. تخيل لغاية وقت قريب احنا كنا بنعمل الدواء وبنبعته للتحليل برة عشان تجيلنا النتيجة وده كان بيكلفنا كتير مش بس بيكلفنا وقت وكان بيكلفنا فلوس كمان. كان توصل حضرتك ان احيانا بيكون ارتفاع الاسعار او الجدوى الاقتصادية لتغطية احتياجات اساسية هي في النهاية معطيات لابد ان تكون لكي يكون هناك ناتج. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. ده انا هقول لحضرتك حاجة النهاردة في حل من 2 لابد ان تأخذهم في الاعتبار لما بنتكلم على دواء. انت النهاردة بتقارن بالسوق العالمية. النهاردة انا كمصنع ادوية بنزل دواء لما بلاقي ان التكلفة بتاعة هذا الدواء لا تصل لحد الصرف على هذا الدواء انا بعمل حاجة من 2 يا اما بقلل في انتاجه عشان اقلل الخسائر بتاعتي كراجل بفهم في الاقتصاد تمام ودي الخطوة الاولى يا اما بزود في بعض الادوية التانية اللي تعوض لي الربحية بتاعة الدواء اللي انا بخسر فيه وفي الحالتين بيحصل نقص في هذه الأدوية وهقول لحضرتك نعالج النقص ده ازاي وهتكلم مع حضرتك ان مش كل النقص نابع من شركات الأدوية لتحقيق ربحية معينة. قبل ما نتكلم عن العلاج بقى هي الجزئية دي عايزين نتكلم برضو في أسباب النقص. أسباب النقص حضرتك بتقول مش شرط ان هو لتحقيق ربحية معينة. طب اذا حضرتك بتقر بأن هناك بعض الممارسات بتكون لتحقيق ربحية معينة. بعض الممارسات لان احنا ما نقدرش نعمم حاجة انا ما عممتش بقول ده موجود بعض الممارسات القليلة من بعض الشركات لان لو قسمنا الشركات بتاعت اللي بتشتغل في الدواء او المصانع اللي بتشتغل في الدواء هتلاقي ان هي قطاع عام قطاع اللي هو قطاع الاعمال بنسميه وفي شركات استثمارية تمام وفي شركات اللي هي كو فينشر او الشركات المتحدة اللي هي جزء منها اجنبي وجزء منها مصري ودول موجودين في السوق كلهم. لما تيجي تتكلم على قطاع الاعمال قطاع الاعمال هو بتفرض عليه تسعيرة جبرية للأدوية والتسعيرة الجبرية لا يجوز لي ولا يقدر انه هو يتحرك خارج هذه التسعيرة. جميل. وبالتالي يعمل ايه هو بيتحط في 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 مزنق او بيتحط في حتة هي ديدلوك مقفولة زي الشطرنج بالظبط تمام.
فبيضطر ان هو يقلل الادويه الخسرانه. مش يقلل، ده بيمنع. هو مش هتوصل لدرجه المنع، لان احنا عندنا بدايل. فهو هي دي المشكله. بقى دكتور معلش يعني مع احترامي لحضرتك، فكره ان البدائل موجوده حضرتك بتقول مش هتوصل لدرجه المنع، طب ما يكون البديل اللي عندي مستورد وهو جاي مستورد بتصنيعه بكل حاجه بعلبته، يعني ممرش على مصنع مصري. طب انت كده انت عملت ايه؟ طب ما انت كده انت منعت عني الحاجه، هي موجوده عندي من مصدر تاني بس انت منعت. استاذ عمرو انا لا اشجع هذه الجزئيه، بل بالعكس انا اقف ضدها. انا طبعا اقف ضد تشجيع الدواء المستورد، لانه ان عاجلا ام اجلا تمام هيجي وقت ونلاقي نفسنا مش محتاجين هذا الدواء، او احنا مش عايزينه لانه مش قادر يوصل لينا. تمام، اولا سعره هيبقى غالي جدا على المريض، وخصوصا الامراض اللي هي الكرونيك او الامراض المستعصيه، اللي هي زي امراض القلب، زي امراض الكوليسترول، زي امراض الضغط. انت بتتكلم عن المستورد. المستورد تمام، وبالتالي لازم اشوف له بديل هنا. طب انت ازاي بتشجع ان انا اعمل بديل محلي ماشي، وفي الوقت ذاته انت بتتحكم في حياتي؟ يعني انا بتكلم حضرتك طبعا شخص كشركة. حضرتك كشركة. انا بتكلم حضرتك كممثل لشركات لتلك الشركات. تمام، انت بتتحكم فيا وبتقول لي ما انا منعت بس عارف ان في بدائل. طب ما بالك لو ما فيش البدائل دي موجوده؟ لا انا ما بتحكمش في حضرتك، انا النهارده بقول ان في قانون لتنظيم اسعار الدواء اللي هو قانون 499 لسنه 2012. هذا القانون احنا نسيناه، بل بالعكس القانون ده لو رجعنا ليه شويه لورا هنلاقي ان القانون ده هو اللي نظم سعر السوفالدي لما نزل جمهوريه مصر العربيه، وهو اللي خلى السعر بتاعه يقدر المريض سواء كان فقير او غني ان هو يتحمل تكلفه هذا الدواء. ليه ما طبقناش هذا القانون؟ وخصوصا ان في بندين في هذا القانون، بند رقم 11 وبند رقم 12، بتلزم المستورد او بتلزم الحكومه باستيراد الدواء اذا كان مستورد باقل سعر وصل ليه هذا الدواء في اي بلد من بلاد اللي بيتباع فيها او اللي هو بينشا فيها. وبالتالي دي سياسه استاذ عمرو اقتصاديا. انا النهارده قبل ما بشتري حاجه بنزل في السوق بلف بشوف الحاجه دي موجوده هنا بكام، الحاجه دي موجوده هنا بكام، بشوف السعر بتاعها الارخص ايه واللي هو ما بيأثرش في الجودة. جميل. وبضطر اشتري الحاجة اللي هي اقل سعرا وفي نفس الوقت مناسبة في الجودة من الحاجات التانية. ده اللي حصل في السوفالدي. اين هذا القانون من التفعيل الان؟ وانا بناشد النقابة وبناشد المسؤولين. تمام، قانون 499 يا جماعة اين ذهب؟ البند الاولاني بيقول ان انا بجيب المستورد باقل سعر موجود في بلد منشأ. جميل. طب دكتور هنتكلم في الجزئيه دي، ولكن بعد بس ما اطرح سؤال على الساده المشاهدين. سؤال مطروح على الساده المشاهدين ويا ريت تتفاعلوا معانا، وهو ما رايك في صفقات الدواء؟ ما رايك في صفقات الدواء؟ يا ريت حضراتكم تتواصلوا معانا سواء بالاتصال او بالرسائل عبر الارقام الموضحه امام حضراتكم على الشاشه. دكتور حضرتك بتتكلم عن جزئيه مهمه جدا، وجزء قانون من المفترض ان يكون هذا القانون مفعل، وهو أن يتم الاستيراد من أقل أو أقل عرض من أي دولة. بالظبط. صح الكلام؟ بالظبط. حتى إن أثر على الجودة؟ لا بالعكس، أنا بثبت الجودة. حلو الكلام. بل بالعكس أنا أول كلمة قلتها في بند 11 المفروض في هذا القانون هو المحافظة على النوعية أو على الجودة. تمام؟ وبعد كده بفكر اقتصادياً أيهما أجدى ليا من ناحية السعر. طب تعال نشوف الكفة الثانية من الميزان من هذا القانون اللي هو البند الثاني عشر. تمام. وبند 12. البند الثاني عشر ادى الحق للشركات المصرية او الشركات العاملة في سوق الدواء المصري باجراء بعض التعديلات على سعر الدواء الذي لم يتغير من فترة طويلة والذي تتحمله بعض الشركات حتى الان بالخسارة. تمام، وذلك طبقا لتغيير سعر العملة. الدولار النهارده احنا بنتكلم عن دولار وصل ل 10 جنيه. وبنتكلم زمان عن الدولار كنا بنشتريه ب 5 جنيه. وما زال السعر كما هو. يا جماعه اين هي المساواه في الظلم؟ كيف سينافس هذا الدواء المصري مثيله الاجنبي؟ ما حاجه من الاثنين. يا اما النهارده الرو ماتيريال هتتاثر وبالتالي مش هياخد موافقه وبالتالي مش تقدر حياتك تصدر. الرو ماتيريال اللي هي الماده الخام. اللي هي الماده الخام. تمام تمام. ومش تقدر تصدر بره لان الناس هتلاقي ان الدواء بتاعك اقل فعاليا من الادويه الثانيه. تمام. يا اما حضرتك هتكتفي بانك انت تشتغل على ليميت او على مستوى قليل، وبالتالي هذا لن يحقق طموحات سوق الدواء المصري. طموحات سوق الدواء المصري هي الربحيه؟ واحده من الحاجات القائم عليها سوق الدواء، لان حضرتك تعلم
ان سوق الدواء هو تاني سوق بعد سوق السلاح على مستوى العالم، او صناعه الدواء هي تاني صناعه بعد صناعه السلاح. ودي حاجه خطيره على فكره، وانا ما بربطهمش ببعض بس ببين للمشاهدين حجم هذا القطاع اقتصاديا بالظبط. وبالتالي نعم. لازم يكون بيحقق ربحيه. اي سوق من غير ربحيه هو سوق غير محسوب جدوى الاقتصاديه لهذا السوق، وبالتالي ولكن سوق ولكن يا دكتور انا لا اعتقد ان جدوى الربحيه او الجدوى من حيث تحقيق ارباح او الرغبه في تطوير تلك الصناعه، لا اعتقد ان يصل بنا الى مرحله، اعتذر عن استخدامي لهذا المصطلح، ولكن مرحله الجشع. تمام. حضرتك تعلم تماما وبالمستندات والاوراق والارقام ان سعر الدواء في مصر زاد بما يزيد عن نسبه 100%. لا، هي المعلومه دي مش لهذه مش بهذا الشكل، بس عايز اقول ان هو لا معلش انا بختلف مع حضرتك. ازاي مش بهذا الشكل؟ لا انا بختلف مع حضرتك. هو ليس جشع. اقول لحضرتك لا، كون حضرتك تستخدم مصطلح اخر او تعبر عن تلك الممارسات بشكل اخر، هذا شيء، والشيء الاخر هو ان هذا واقع بالفعل. يعني حضرتك رايك في كلمه ان النسبه اللي زادت اكتر 100%، رايك ايه؟ انا عايز اوضح الجزئيه، ومش عايز اختلف مع حضرتك في كلمه مش الغرض هو الاختلاف. تمام. ولكن النهارده لما اكون بنتج دواء، وهذا الدواء لا يحقق تكلفه انتاجه، اعتقد لو اي تاجر يا جماعه مش سوق دواء بس، لا هو حقك. تمام. هو اعتقد حقك. اي حد تمام. بيشتغل تمام. في اي وظيفه هو هيتحفظ. تمام. لكن ما يمنع التحفظ في هذه الجزئيه هو ان ده دواء. اكيد طبعا. وبالتالي يبقى احنا بنتكلم عن جزء فيه ضمير، بنتكلم عن جزء فيه اخلاق، بنتكلم عن جزء ان انا ما ينفعش ان انا اتكلم على منع دواء، ولكن بيتكلم على تقنين انتاج هذا الدواء لغايه لما القانون الموضوع اللي انا اتكلمت عليه يحقق لي جزء من خسارتي اللي انا بتكلم عليها، وهو ان انا اجيب ثمن انتاجي لهذا الدواء. هو حضرتك يا فندم يعني كمهنيا واقتصاديا محق 100%. تمام. ولكن الا ترى من كلام حضرتك ده ان المسؤوليه اصبحت الان ملقاه على عاتق الحكومه انها المسؤوله عن زياده الدعم لهذا القطاع الاقتصادي؟ استاذ عمرو، انا بلقي على الحكومه جزء كبير جدا. تمام. انا كنت بستمع في برنامج من البرامج، برنامج كوره، تمام، ولاعب كوره بيقول عشان نوصل لكاس العالم لازم نحط برنامج قومي للكوره عشان نوصل لكاس العالم، فما بالك انا بطالب ببرنامج قومي عشان ما يحصلش نقص للدواء. ولن يتم هذا البرنامج بدون تدخل الحكومه. اكيد طبعا. ولن يتم هذا البرنامج من غير وجود بعض الشخصيات الفاهمة المثقفة المتعلمة التي تبتعد عن المصلحة العامة. تمام. والتي تنظر للأمام، تنظر لمستقبل البلد. طب دكتور، احنا يعني متبقي دقيقتين بالظبط في الحلقة. فضل. وعندي سؤالين مهمين جدا. السؤال الأولاني، ما رأيك في فكرة إنشاء هيئة عامة للدواء؟ أنا أؤيد هذه الفكرة مع وضع بعض الـ 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 الأسس اللي على أساس إن احنا ننشئ هذه الهيئة. تمام. بس قبل ما أقول لك على هذه الهيئة يا جماعة، أنا بطالب بوضع ميثاق عربي على غرار الدول الأوروبية، اللي عملت تجمع أوروبي. عايزين سوق دواء عربي يا أستاذ عمرو. يا أستاذ عمرو، أنا بطالب في حلقتك بتكوين سوق دواء عربي. يتم الاجتماع فيه مع كل الدول العربية، تمام، ووضع أسس لهذا السوق عشان تكون عامل ضغط. الشركات الصغيرة بتعمل ميرج أو بتعمل تضامن عشان تكبر نفسها. أنا لغاية دلوقتي ما عنديش سوق دواء عربي، ما نقدرش نتفق على حاجة. هقول لحضرتك معلومة يمكن تكون مفاجأة. أنت عارف أن حضرتك النهاردة والمدة يومين في اجتماع في شرم الشيخ، في مدينة شرم الشيخ، عاملاه جهة اسمها جمعية اتحاد الصيادلة العرب. تمام. تخيل حضرتك ان مصر غير مدعوه في هذا الاجتماع ده في مصر. تخيلوا في مصر.
يا نهار ابيض، وانا بقول لحضرتك على المعلومه دي. لا ده ده, ده ده شيء بجد يستحق فعلا البحث وراءه، يعني دي اكتر دي اكتر من طبعا. اكتر من كده يا استاذ، انا بعتبر ان دي فضيحه. دي فضيحه، ده اكيد فضيحه، وارجو ان انا اشوف مين اللي مسؤول عن هذه الفضيحه. حاجه تانية، تمام، مفيش بحث واحد مصري مقدم في هذه، مفيش دعوه مقدمه لواحد، دعوه مش موجهه لمصر اصلا. كيف تقيم مصر على ارضها مثل تلك المؤتمرات التي تمسها بشكل مباشر ولا تكون مدعوه فيها؟ هذا ما قصدته بدور الحكومه يا استاذ عمرو. دكتور، عشان احنا تقريبا وقتنا شبه انتهى، سريعا جدا، رايك ايه في صفقات شركات الادويه مع الاطباء في عياداتهم؟ اروح لدكتور في عيادته، مندوب يروح له يقول له صرف لي الدواء ده في روشتاتك وليك نسبه كذا. نقطه مهمه جدا، بس انا برضو ما بحبش اعمم، موجوده عند الاطباء، موجوده بنسبه مش عايز اقول انها قليله، ولازم، ودي على فكره سر وقوف الاطباء ضد خروج الدواء من الصيدليه بالاسم العلمي وليس الاسم التجاري. حقيقة. الموضوع ده هيدي بعدين، اولا هيلزم ان لازم يكون في صيدلي واقف في الصيدليه، ودي على فكره غير موجوده وانا بعترف بيها، هيلزم وجود صيدلي في الصيدليه. البعد الثاني هيلزم الدكتور ان هو لا يدير صفقات مشبوهه من خلال تعاملات، هو بيكتب الاسم العلمي وخلاص، اسم العلمي وانا بختار. ليه؟ لان وزاره الصحه مديه موافقه على وجود الدواء بالاسم التجاري داخل الصيدليه، وبالتالي تمام انا من حقي ان انا اطلعه. في جزئيه صغيره جدا عشان ما اتنساهاش او ما انساهاش، وزاره الصحه عامله قانون بيقول ان عامله الادويه زي صناديق، تمام، او زي بوكسات، كل صندوق المفروض يكون فيه 12 دواء. تخيل حضرتك تسعير الادويه، عشان انا برضو رايح ناحيه مصلحه المريض، تمام، عشان دي جزئيه مهمه، تمام. تسعير الدواء اللي هو الاوريجينال او الدواء اللي هو من الشركه الام بيتم تسعيره بسعر، كل دواء بيسعر بعد كده بينقص 10% عن السعر الاصلي. يا خبر، وبالتالي لو حضرتك اشتريت الدواء نمره 12 هيكون ليه نفس الكفاءه، ولكن السعر بتاعه تخيل حضرتك مختلف تماما، هيكون مختلف تماما عن أكيد السعر طبعاً الاصلي. عشان كده بقول ايه في موضوع البدائل، الصيدلي هو ادرى واحد بالبدائل. أكيد. وده اللي انا عايزه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. دكتور ايمن، بشكرك جدا جدا على حضورك معانا، والحقيقه استفدنا من وجودك النهارده، ونتمنى ان الحكومه برضو تتضامن معاكم لحل مثل تلك المشكلات حفاظا على مصلحه المريض. شكرا جدا دكتور. شكرا جدا حضرتك. اعزائي المشاهدين، في نهايه هذا اللقاء بشكر ضيفي العزيز الدكتور ايمن جابر، الصيدلي ومدير احدى شركات الادويه، وتحدثنا اليوم عن صفقات الدواء. نلتقي بكم مع ملف ساخن آخر جديد وحلقة جديدة قادمة من برنامج ساخن جدا، مع تحياتي عمرو لطفي، شكرا وإلى اللقاء. شكرا. حلي بقك بكلمة، غير مر الحياة، ده الحلو في كل نسمة، هتدقها تقول الله، بالدفى ويا السرور، ساخن جداً.